السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. الحكومة اليمنية ترفض تقريرا لهيومن رايتس عن التحالف العربي وتصفه بالمجافي للحقيقة. الجيش الوطني والمقاومة يسيطران على جبل الجروف وجبل الشهداء بنهم صنعاء. تدشين مهرجان البلدة السياحي بالمكلا ومهرجان الحياة الخامس في تريم حضرموت. مرحبا بكم. بعث الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم برقية عزاء ومواساة إلى نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، عزاه في الرسالة بالعمل الإجرامي، عمل الدهس الذي وقع مساء أمس في مدينة نيس جنوب فرنسا وأسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال. هذا وعبرت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمل الدهس الإجرامي الشنيع الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف المدنيين الأبرياء يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والشرائع السماوية. وجدد البيان موقف الجمهورية اليمنية الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والمسببات. اعتبرت الحكومة اليمنية تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر مؤخرا حول غارات التحالف العربي والمعنون بقصف المنشآت التجارية بالتقرير السياسي المجافي للحقيقة. وأشارت الحكومة إلى أن تقرير هيومن رايتس ووتش بعيد عن الحيادية المفترضة في مثل هكذا تقارير، كما تضمن اتهامات غير واقعية للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي تدخل بإرادة يمنية وبدعوة من الشرعية لإنقاذ اليمن من الميليشيا الانقلابية. أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة لن تستمر في إرسال إيرادات الجمارك والضرائب والموانئ وغيرها إلى الميليشيا الانقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء والفاقد للحيادية. والواقع تحت النهب جاء ذلك في اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بممثلي المؤسسات المالية في عدن. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الميليشيا الانقلابية من خلال تحكمها بالبنك المركزي أوقفت مخصصات الكهرباء وخاصة في محافظة عدن، ما أدى إلى حدوث أزمة حادة لم تحدث من قبل ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد، كما قامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين، مؤكدا أن الميليشيا الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي ضد اليمنيين. تمكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على جبل الجروف وجبل الشهداء والجبال المحيطة بهما في منطقة جباليان بمديرية نهب بمحافظة صنعاء، وذلك بعد معارك عنيفة دارت اليوم الجمعة حيث سقط 16 قتيلا وعشرات الجرحى من الميليشيا الانقلابية، فيما استشهد 2 من أبطال الجيش الوطني والمقاومة وجرح 5 آخرون. هذا وما تزال اشتباكات مستمرة إلى هذه اللحظة في ظل تقدم للجيش الوطني وفرار لعناصر ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع. زارت كاميرا قناة سهيل جبل الذهب بمديرية نهم شرق صنعاء والتقت برجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين دحروا الانقلابيين من المكان وكبدوهم خسائر فادحة. نتابع. جبل الذهب والتباب المحيطة به تحت سيطرة المقاومة بعد أن فرت منه ميليشيات الحوثيين وكأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.
التقينا بأحد القيادات الميدانية في الجيش الوطني والذي كان يحمل جهازا لاسلكيا افتقدته الميليشيات أثناء الفرار. استمعنا من خلاله لحالة الارتباك والانهيار في صفوف الميليشيات. يعني يا ولي الله يا الله انسحبوا هؤلاء الكفار الآن سيهجموا علينا كذا، ولكن والله الحمد كان الله عز وجل مع الأبطال، لأن نحن واثقون أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. في نقطة طبية للجيش الوطني ثمة أسيران حوثيان أصيبا خلال المواجهة ورفض رفاقهم إسعافهم وفروا من المواقع تاركين زملاءهم ينزفون، وهذا يكشف حالة الذعر والانهيار في صفوف الميليشيات. بعد أصحابي راحوا لهم. من أصحابك؟ اللي كانوا معايا وصلنا قبل المواجهة، ما بيش أحد، ما احناش دارين. وصلت بعدها نسمع رماية، جلست رميت أربعة طلقة، وبعدها صحابي بيهربوا، قلت لصاحبي غطي لي ما أرضيش. الإعلام بيقولوا قدم بالفرضة قدم، والآن في مجمع معارف. نحن جسنا دعسة ما قلنا، بس ما عادين وين ذا الفرضة. كشف جندي في اللواء 139 مشاع عن عمليات تعذيب تقوم بها ميليشيا الانقلاب بحق جنود في اللواء. وقال الجندي الذي تمكن أمس من الفرار من زنزانة اللواء في تصريح خاص لقناة سهيل إن من يجري التحقيقات للأفراد والجنود شخص تابع للميليشيا ليس له أي صفة عسكرية في الجيش الوطني. 139 مشاة تم قطع راتي لمدة سنة، وقد قام قائد اللواء أحمد عبد الولي الذهب وأركان حربه أحمد المطرق على المجرمين الذين قاموا بأعمال خديعة لبعض الأفراد وخاصة من أبناء الضالع وأبناء تعز. فقد قام هناك عملية خديعة، وقاموا باستدعاء الأفراد إلى المعسكر، وحينما كانوا يحضر الأفراد كان يتم مسكهم بطريقة سرية وطريقة إجبارية وإدخالهم إلى زنزانة أرضية، ويقوم هناك معهم بإجراء التعذيبات من الزحف ومن الضرب ومن التعذيب ومن الكهرباء ومن جميع الأعمال التي لا يحل لها. كما كشف الجندي نشوان الصلاحي عن عدد الذين يخضعون للتعذيب من أفراد اللواء الذين استدرجتهم الميليشيا إلى مقر اللواء بحجة مقابلة لجنة الرواتب، إلا أنهم تفاجأوا بتعذيب وسجن باستخدام آلات حادة وكهربائية، موضحا أن معظم التعذيب يطال المنتمين لمحافظتي الضالع ولحج، وأن أكثر من 20 جنديا يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب في معتقلات الانقلابيين برتاع. أنا قاموا بضربي وتعذيبي وزحفي، وقاموا بالتهديد بالقتل، وقاموا بالتهديد بالذبح عدة مرات، حتى أن هناك الآن هذا اللي على أرجلي هذا هو قراء أعمال التعذيبات وقراء أعمال الزحف وقراء أعمال الضرب والكهرباء. وهناك الآن يوجد مجموعة من الأفراد ما يقارب 20 فرد، يتم بعض أخذ منهم إلى القلعة الموقع الإجرامي للميليشيات المركز الرئيسي لهم، ويتم بعضهم هناك الآن إجراء بعض عدم العقوبات مثل الكهرباء، وتهديدهم بالقتل وتهديدهم بالذبح، ويقوموا يطلقوا عليهم بشعارات بأنهم دواعش وبأنهم مرتزقة وبأنهم قاعدة وبأنهم قطع طرق وبأنهم ليسوا في الجيش اليمني ولا يستحقوا الجيش اليمني. أحيا أبناء مدينة تعز اليوم جمعة رفض المشاورات الهزلية بين الحكومة اليمنية والانقلابيين، ودعا المشاركون في الجمعة الحكومة إلى التوقف عن الذهاب إلى المشاورات لعدم جدية الانقلابيين. جمعة رفض التشاور الهزلي بساحة الحرية بتعز، وقد أتت التسمية دعما لرئاسة الدولة والحكومة لرفضهم العودة إلى التشاور العقيم الذي لا يخدم إلا الانقلابيين، لأن شعبا يواجه متمردين ويواجه شذاذ آفاق بما يفعلونه من جرائم وموبقات، ومشروع يقسم الناس والشعب إلى طبقات قناديل وزنابيل، سادة وعبيد، كبراء ورعية، أي مشروع هذا؟ هذا وهم في أمس الحاجة للناس،
وهم ينظرون إليهم كرعايا وعبيد وزنابيل، فكيف إذا تمكنوا؟ احترام إرادة الشعوب هو ما قامت عليه المنظمات والمؤسسات الدولية، ولكنها اليوم وخدمة لأعداء هذه الشعوب تحول احترامها للعصابات والإرهابيين ومحاولة تمكينهم بالدول العربية والإسلامية. إن على الشعب اليمني الذي خرج بأكمله في ثورة شعبية سلمية أن يستمر في الدفاع عن نفسه وعن المشروع الوطني الجامع، وأن يسقط كل محاولات التمزيق، وأن يتصدى لكل الضغوطات الاستخباراتية والاستعمارية، بما في ذلك ما تصنعه الاستخبارات الدولية من جماعات عنف تلبسها كذبا وزورا لباس الإسلام، ثم تديره من أعلى فينتفع بعض المتحمسين من عامة الناس مصدقين أن هنالك جهاد ضد طرف ما. صلي على شهداء المقاومة في كل أرجاء الوطن، وترحم المصلون عليهم مطالبين بالحسم العسكري كونه الحل الوحيد للقضية اليمنية، وهتف المصلون لعدم العودة للتشاور ما دامت تعز تحت الحصار. الهلم عند العنفية، ما تزال مدينة الحوطة تعاني من ترد في الخدمات والنظافة والتحسين، الأمر الذي شكل مصدر إزعاج للمواطنين وسط صمت من قبل الجهات الرسمية. مراسلنا صادق رتيبي والتفاصيل. بات تكدس القمامة في شوارع مدينة الحوطة وأزقتها أمر يزعج الأهالي جراء غياب عمال النظافة، الأمر الذي خلف تنامي لأكوام القمامة وطفح المجاري، مما تسبب في إغلاق العديد من المحلات التجارية. وهذا كما ما تروا أمامكم منقعين لنا من بداية شهر رمضان الكريم حتى العيد، ما حدا قاع عملنا أي حل في هذه، ونحن أهل المنازل أهل المحلات، محلاتنا مبندة مسكرة من بعد البلاوي هذه، دفعنا إيجار بوزة، كل ما جاءوا الخدام تبرعنا لهم من 1000 من 2000، يقولوا انهم ما عندهمش رواتب يحلوا لنا هذه المشكله. هي والمشكله هي هذه ان في ايش بالاداره نفسها ماشي توصيل للمحافظ عن الاشياء التي تدور داخل المحافظه، وما فيش جلوس. تواصلنا مع مجلس الاهلي هذا على اساس انهم يقولوا يصلحوا لنا المجاري، يفكوها لنا، يصلحوا لنا الامور، وانها ما حد استجاب لنا من اي مكان، يقولوا ما فيش ميزانيه، ما فيش معانا راس مال، البنك مفلس، ما فيش داخليه. هذا هو العذر. أهالي مدينة الحوطة في لحج أبدوا انزعاجهم من التراكم الغير مسبوق لأكياس القمامة ومخلفات الباعة وطفح المجاري التي قد ينجم عنها توالد للبعوض وتنامي للمشكلات الصحية، مما تؤثر سلبا على صحة المواطن. والقاء الأمنية وكلهم من يقزعوا المسائل اللي عندنا، يقزعوا في هذا الطريق ويشوفوا قزع عيد قني تلقن ورمضان مشقوا من ثم حرام، كل مساء يشلوا من النبي بيس. فمدينة الحوطة تعاني من تردي خدمات النظافة منذ 3 سنوات الأخيرة في ظل غياب الاهتمام بالنظافة والتحسين من قبل الجهات الرسمية وغياب دور منظمات المجتمع المدني. ويبقى هنا دور السلطة المحلية إنقاذ مدينة الحوطة من كارثة بيئية محققة تهدد الأهالي في أسرع وقت ممكن. فطفح وروائح المجاري بات طاغيا في مدينة لطالما اتسمت يوما بروائح الفل والكاذي. لقناة سهيل الفضائية من حوطة لحج، صادق الرتيبي. أجرت ميليشيا الحوثي والمخلوع في مكتب وزارة الاتصالات بمحافظة الحديدة سلسلة تعيينات غير قانونية أمس الأول، قضت بترقية منتسبيها من الحوثيين والمتحوثين في مناصب وإدارات في مكتب الوزارة بالحديدة، مستبعدة عددا من الكوادر والكفاءات المهنية والإدارية والفنية. ومن الذين تم تعيينهم الحوثي محمد المتوكل مديرا لإدارة الشؤون الإدارية. أقامت إدارة سكن النصر لجرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبالتنسيق مع دائرة التوجيه المعنوي بمأرب حفلا فنيا وتكريميا للمشاركين في دورة
ميلاد جديد التأهيلية. نتابع التفاصيل. برعاية رئيس اللجنة الطبية رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي، أقامت إدارة سكن النصر للجرحى وبالتنسيق مع دائرة التوجيه المعنوي حفلا فنيا وتكريميا لجرحى أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خديجي دورة ميلاد جديد التأهيلية. أنا ما مش انت رين بنسي همشي. شوف أنت مدري مالك هذا ريا ما علي ماو ويحد حتى رجع إن شاء الله يعني لا لا بشركني ما بشركني يا بي. لا بشركني علي عمي انت ما صلي لي أقول لك عيب تقول أخوك أنا قال أدب اسمع أقول لك والله أنا قد غسلت يدي أنا خلاص منو من هذا أبو بنكو ها غسل يدك أبي أيوه اسمع أنا بنزل من أجل الوطن. وأثنى القائمون على الفعالية على الدور البطولي لجرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع التي أسقطت الدولة محاولة إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. كان خروجكم لدحر هذه الفئة الباغية التي أرادت أن تعيد عجلة التاريخ إلى الخلف، ولكن بوجودكم ببذلكم بحماسكم اندحرت وستندحر إن شاء الله. وأضاف أن الجرحى ماضون على نهج ثوار سبتمبر الذين حاربوا الإمامة والتخلف والاستبداد والفكر السلالي الطائفي والذي أتى به الانقلابيون مجددا، لكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة وهبوا دماءهم الزكية فداء لتحرير هذا الوطن. قد سبقكم الزبيري واللقية والثلاية والموشكي، كانوا على نفس التاريخ والنهج وقاوموا ما قاومتم به، قاوموا الفئة التي هي اليوم لا زالت موجودة وتنادي بنفس الفكر، ولكن عندما وصلوا وانتصروا قال قائلهم: بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي. وها أنتم اليوم بجروحكم الدامية تقولوا: بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا جرحي الدامي. وتخلل الحفل عددا من المشاركات والمسرحيات، واختتم بتكريم المشاركين في هذه الدورة التي ترفع من معنويات الجرحى. قامت قيادة مديرية السرار بمحافظة أبين والمكونات السياسية في المديرية بزيارة الجريح المناضل العقيد محمد أحمد علي السعيدي إلى مسقط رأسه في منطقة قرقر. وخلال الزيارة التي تم فيها الاطمئنان على حالة الجريح المناضل العقيد السعيدي وتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية لمناشدة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة والسلطة المحلية في أبين وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بضرورة سرعة التكفل بعلاجه، حيث فقد المناضل العقيد السعيدي إحدى عينيه وأصيب بعدد من الشظايا أثناء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع على أبين. دشنت صباح اليوم الجمعة أولى فعاليات مهرجان البلدة السياحي بمدينة المكلا بحي الشهيد خالد، والذي يستمر لمدة 15 يوما ويشمل العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية. حضر التدشين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من الشخصيات والأعيان والمثقفين والمهتمين بالشأن السياحي. مراسلنا بالمكلا محمد باجابر كان هناك ووفانا بالتفاصيل. هبت نسائم البلدة من جديد على مدينة المكلا، فهب الناس صغارا وكبارا ليستمتعوا ويحتفلوا ويغتسلوا من مياه بحرها المتميز ببرودته بعد صيف ساخن مر عليهم.
محافظ حضرموت دشن المهرجان الاحتفالي بالمناسبة، مؤكدا أن قيادة المحافظة وقوات النخبة وأفراد الأمن تبسط يوما عن يوم الأمن والاستقرار بين أهل المكلا وجميع أبناء المحافظة. لنعيد البسمة لكل أطفالنا وشبابنا وشاباتنا ورجالنا، نعيد البسمة لكل أهل المكلا ليعودوا أحرارا منطلقين نحو المستقبل الذي نأمل أن يكون مستقبل هؤلاء الشباب. الاغتسال في مياه البحر وافتتاح عدد من الخيام التراثية وتقديم وجبة الفطور التقليدية وتنفيذ الرقصات الشعبية كانت أبرز فقرات افتتاح المهرجان الذي انقطع إقامته خلال السنوات الماضية. وتستمر فقرات المهرجان طيلة أيام نجم البلدة النصف الأخير من الشهر الجاري ليشمل فعاليات ثقافية وفنية أدبية ورياضية تراثية وترفيهية لتفتح مجالا واسعا لاستقبال المواطنين لقضايا أيام موسم البلدة في مدينة المكلا. يأتي موسم البلدة هذا العام بعد تحرير مدينة المكلا وتزامنا مع احتفالات عيد الفطر ليضفي عليه طابعا مميزا على أمل أن تحدث في الباقي أرجاء الوطن بالنصر والتحرير. محمد بجابر لقناة سهيل المكلا. اختتمت في مدينة دمون بمديرية تريم الفعاليات العيدية بفعالية فرائحية نوعية جعلت من العيد عيدين، حيث زف 96 عريسا وعروسا ضمن فعاليات مهرجان الحياة الخامس. نتابع التفاصيل. 96 عريس وعروسة تزفهم منطقة دمون بمدينة تريم في مهرجان الحياة الخامس الذي دأبت عليه في كل عام بعد عيد الفطر المبارك بتزويج أبناء المنطقة في عرس جماعي فرائحي مهيب يحمل شعار معا لزواج أسهل. الزواج الجماعي أتى لمساعدة الشباب على إكمال دينهم وتيسير أمور زواجهم وتخفيف الديون من على كاهلهم، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع. كل العوامل هنا تجمعت لتساهم في إنجاح فرحة لزواج 96 عريس وعروسة من أبناء منطقة دمون بمدينة تريم. حقق الزواج الجماعي بمنطقة دمون قدرا أكبر من التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي، حيث انخرط أكثر من 1500 شاب وشابة من أبناء المنطقة في لجان خدماتية مختلفة يعملون بشكل طوعي لتنظيم ذلك الحدث وإخراجه بصورة جميلة. طبعا لجنة الخدمات تقدم خدمات كبيرة جدا للضيوف الآتين. طبعا نحن تقريبا نقدم اليوم خدمات اللي ما يقارب 13,000 شخص سيأتون إلينا إن شاء الله في هذه الليلة. سنقدم لهم وجبة العشاء بالإضافة إلى وجبة النساء التي ستقدم يوم غد إن شاء الله. اجتماع الأهالي بمختلف أعمارهم في إقامة الزواجات الجماعية له تأكيد على تماسك النسيج الاجتماعي وتحقيق الترابط بين أبناء المنطقة. أن الزواج الجماعي قد حقق أهدافه المرسومة بنسبة عالية جدا في أنه خلق أجواء من الترابط الاجتماعي وأجواء من العمل التطوعي، عمق مفهوم العمل التطوعي لدى شباب المنطقة. فهمي برمادي، قناة سهيل، مدينة تريم. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 4,000 سلة غذائية و8,000 علبة من التمور بمديرية مشرع وحدنان بجبل الصبر بتعز. نتابع. مركز الملك سلمان يصل بمرحلته الثانية إلى مديرية مشرع وحدنان ليوزع فيها 4,000 سلة غذائية عن طريق ائتلاف الإغاثة الإنسانية وشركائه بتعز. بدعم وتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورعاية اللجنة العليا للإغاثة، يدشن اليوم ائتلاف الإغاثة الإنسانية
توزيع 4000 سلة غذائية و8000 كيلو من التمور، تنفيذ مؤسسة نحن هنا لمديرية مشرع وحدنان. تتوزع هذه الكمية لجميع مراكز وعزل هذه المديرية، مشروع مركز الملك سلمان المرحلة الثانية. الزراعة في بداياتها في هذه المديرية، وسكانها أكثر احتياجا لندرة الأعمال، وأغلبهم هنا يعملون بالأجر اليومي، مما جعلهم ممتنين للوقوف إلى جانبهم. نشكر اللجنة والذي سعي على هذه الوجبة الغذائية للمواطنين، ونشكر الملك سلمان بن عبد العزيز. جمال مديرية مشرعة وحدنان ينبع من جمال أرواح أبناء هذه المديرية وهوائها وخضرتها ومبانيها التي لا تروى العين من النظر إليها، ووقوف أبنائها صفا واحدا في وجه الميليشيات وتوقانهم للحرية. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الحكومة اليمنية ترفض تقريرا لهيومن رايتس عن التحالف العربي وتصفه بالمجافي للحقيقة. الجيش الوطني والمقاومة يسيطران على جبل الجروف وجبل الشهداء بنهم صنعاء. تدشين مهرجان البلدة السياحي بالمكلا ومهرجان الحياة الخامس في تريم حضرموت. للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله. We'll be right back.